السلام عليكم. نتابع عرض بعض الأمثلة لنماذج عمل تجارية خاصة بشركات عالمية ناجحة. في هذا الفيديو سنعرض نموذج العمل التجاري الخاص بشركة لولو دوت كوم، وهي عبارة عن شركة تقدم خدمات الطباعة عند الطلب. بمعنى أنت كمؤلف تضع كتابك الذي قمت بتأليفه على موقع لولو دوت كوم، ثم يأتي شخص معين من المشترين ويشتري كتابك، فتقوم لولو دوت كوم بطباعة نسخة لهذا المشتري ثم شحنها إلى دولته أو إلى مدينته التي يسكن فيها، وتأخذ نسبة مقابل عملية البيع. هذا باختصار تعريف بلولو دوت كوم. لنعرض ونتحدث ونتناقش قليلا بشكل مختصر في نموذج العمل التجاري الخاص بها. وكالعادة سأبدأ من القيم المقترحة. القيم المقترحة التي تقدمها لولو دوت كوم: خدمات النشر الذاتي. أنت كمؤلف دون أن تذهب إلى دور نشر تضع كتابك على موقع لولو دوت كوم وتنشر كتابك بشكل ذاتي. القيمة الأخرى أنها تقدم سوق للمحتوى الملائم بعيدا عن الكتب غير الملائمة أو غير المناسبة للمجتمعات. هذه القيم المقترحة قدمتها لشرائح العملاء التالية: بداية المؤلفون، لأن المؤلف هو سيضع كتابه على موقع لولو دوت كوم. الشريحة الثانية القراء، لأن من سيشتري هذه الكتب هم القراء. إذن مؤلفون وقراء، شريحتين للولو دوت كوم. العلاقات مع العملاء، كيف تبني العلاقات مع العملاء؟ من خلال تضع لمحة مختصرة على انترنت، على موقعها على انترنت، وأيضا تبني مجموعات متخصصة جروبس أيضا على انترنت ليشترك فيها العملاء. أما القنوات فهي المنصة البلاتفورم لولو دوت كوم. أما بالنسبة للأنشطة الرئيسية التي احتاجت أن تقوم بها حتى ينجح نموذج العمل التجاري الخاص بها: تطوير المنصة التي عليها جميع المؤلفات والتي تتم عبرها عملية البيع والشراء، وأيضا الخدمات اللوجستية لأنها ستطبع الكتاب عندما يشتري مشتري معين ثم ستقوم بعملية الشحن، إذن خدمات لوجستية. أما الموارد الرئيسية البلاتفورم، المنصة اللي عليها الكتب، وأيضا بنية تحتية للطبع عند الطلب. أنت اشتريت كتاب ستطبعه إليك وتشحنه إليك، وبالتالي لازم يكون في بنية تحتية حتى تطبع هذه الكتب التي تم شراؤها. الشراكات لم توضح في نموذج العمل التجاري الخاص بهم. هيكل التكاليف كانت في أدوات المنصة وتطويرها، هذه المنصة بحاجة إلى تكاليف. وأما بالنسبة لمصادر الإيرادات فكانت الأولى عمولات المبيعات، أي كتاب تبيعه تأخذ نسبة عمولة، إلا أن هذه العمولات منخفضة والإيراد منها قليل. لكن هناك مصدر آخر وهو أجور خدمات النشر. بمعنى عندما تقوم بوضع كتابك على الموقع لديهم خدمات، يستطيعوا أن يقوموا بعملية التنسيق والتصميم والترتيب لملف كتابك، هذه تكون بمقابل مالي. هذا المصدر يأتي بإيراد أكبر من الإيراد من عمولات المبيعات، لكن طبعا بالتأكيد عدد مرات العمولات من المبيعات أكثر من عدد مرات طلب خدمات النشر، فليس كل المؤلفين يطلبوا خدمات النشر لأنها تكون بمقابل مالي مرتفع قليلا. هذا باختصار وبشكل سريع نموذج العمل التجاري الخاص بلولو دوت كوم، وأيضا تعريف بعملية الطباعة عند الطلب لمن يريد أن يستفيد منها في تأليف كتبه الخاصة ويقوم بعمليات النشر الذاتي لمؤلفاته. كونوا معنا في الفيديو الثالث حتى نعرض نموذج عمل تجاري ثالث لشركة ناجحة أخرى. دمتم بخير.